عليكم حبايبي، كدير لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم بخير وفي احسن الاحوال. اليوم غنقدم لكم واحد العصير كيجي لذيذ بزاف، جوج البرتقال وليمونه اقتصادي والفاني السكر. انا عندي الحامض مجمد، نحيد لها هذاك البذور اللي فيها. نحطوها في المونيكس خلاص. دابا درت الحامضة بالقشور ديالها، البرتقال اللي غنحيد ليه القشور، هي غنحيد لها هذوك البذور ديالها على حساب باش ما يجيش العصير فيه هذيك المروره، ندير هذوك البذور ديال البرتقال والليمون. الليمون عندي انا ما فيهاش البذور هذه. نزيدو عليه شويه الفاني على حساب النكهه، السكر على حساب الرغبه، كل واحد اللي كيبغي يحلو بزاف. دابا غنزيد عليه الماء بارد ونطحنه. ودابا طحنت العصير ديالي البنات، صراحه كيجي انا هذا العصير كيهز جيترو وخرج ليا كميه كبيره وكيجي لذيذ وغتجربوه ما غاديش ندمو عليه، ويعني اقتصادي غير جوج برتقالات وحامضه، كيجي اقتصادي كيجي لذيذ صراحه. نصبو معكم باش تشوفوا كيجي منعش، جربته والله ما غاديش ندمو عليه. ولا عجبكم العصير هذا اشتركوا في القناه ديالي وضغطوا اللايك. يلا نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.